انتقل مع حضرتك لخبر آخر، حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة والمشروعات المختلفة. خلال اللقاء أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي التي تقوم بتنفيذها الوزارة، مؤكدا توافر جميع المرافق بالمباني الحكومية، كما تم التأكيد على أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص. وشهد اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طلبات بعض كبار المطورين الصناعيين للحصول على قطع أراضي صناعية ضمن المنطقة الصناعية المخططة بالمدينة كأنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل وتعزز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات مستهدفة. الخبر ده استكمال للخبر اللي ذكرناه منذ قليل أستاذ علي، لأن في النهاية احنا بنتحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة، ودائما ما نقول بأنها أيقونة الجمهورية الجديدة، ليس فقط في المباني والتصميم ولكن في المعنى نفسه والمغزى والأهداف التي صممت من أجلها. ولعل يعني طلب المستثمرين الراغبين سواء في قطع أراضي صناعية استثمارية في العديد من المشروعات هو أكبر نموذج على هذا. حزمة إجراءات لسرعة الانتقال للعمل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من الإجراءات، كيف تتابعها أستاذ علي؟ هو طبعا العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز حضاري عظيم جدا، بنيت على أحدث وأعلى طراز عالمي. طبعا الوجهة وأنا داخل العاصمة الإدارية أمامي على الفور المسجد والكنيسة، مشهد رائع جدا، وجهة مصر الحضارية العظيمة اللي بنقول إن إحنا زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إيد واحدة وروح واحدة وكلنا على قدم رجل واحد. اللي بيخش العاصمة الإدارية الجديدة مدينة ذكية معمولة على أحدث طراز عالمي فريد، بتنتقل إليها مختلف الوزارات قريبا مع إتاحة مساكن في أماكن قريبة سواء داخلها أو إلى جوارها للعاملين فيها، مع وضع كافة التأثيرات لهم، وطبعا في مقدمة ذلك وسائل النقل سواء من القاهرة إلى هناك أو داخل المدينة ذاتها، بصورة تتسم بالنظام التام وتحديد أماكن لتواجد هذه السيارات وانتقالاتها بشكل عظيم جدا وشكل رفيع المستوى الأداء. طبعا هناك إقبال كبير جدا من المستثمرين سواء للمصريين أو العرب على الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، لكن شيء جميل جدا أنه إلى جوار هذه المنطقة أو هذه المدينة اللي معظمها أماكن سكنية فضلا عن المصارع الحكومية أن يكون إلى جوارها أيضا مصانع وإنتاج. هذا الأمر سيعلي من هذه المدينة ويرفع من قدرها، لكن في ذات الوقت أيضا بيتيح فرصة عمالة لأبنائنا، لأنه بيتيح عمالة جديدة من شأنها أيضا زيادة معدلات الإنتاج، من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات. بدون شك العاصمة الإدارية الجديدة واجهت الجمهورية الجديدة زي حضرتك ما أشرتي، وأحد الإنجازات الكبرى التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي أحد المشروعات القومية الكبرى التي تحققت. وأنا بدعو كل مصري أن يروح ويتفرج ويشوف وهيرجع قد إيه سعيد بهذا المشهد فعلاً الحضاري يعني العظيم. دي حقيقة فعلا، يعني حتى كده بنشوف حي المال والأعمال والأبراج الشاهقة والبرج الأيقوني والحي الحكومي وحي السفارات صحيح. ومجلس النواب والعديد الحقيقة، يعني لو قعدنا نعدد ومدينة المعرفة ومدينة التراثية، يعني لو قعدنا نعدد مش والمدينة الثقافية مظبوط، يعني حاجه رائعه جدا، يعني ما فيش حاجه تم اغفالها ابدا في هذه العاصمه الاداريه الجديده. طب خلينا ننتقل